سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 5808 حالات قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 44170 حاله منها 126 حاله تتلقى العلاج في المستشفى واربعه عشرة حالة في وحدة العناية القصوى. هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافى أربعة آلاف وإحدى وخمسين حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ثلاثمائة وثمانية وعشرين وثمان وتسعين حالة.